لو صرت أمين عمان شو أول قرار بتاخذه؟ ما فيش قرارات يعني انك تعدل عليها زي ايش يعني مثلا؟ انت مثلا قالوا لك والله صرت امين عمان افرح، شو اول قرار بتاخده؟ اول اشي بتصلح اللي كان من الاول، يعني شو في من اول مخربينه بدك تبلش تصلحه ماشي، عشان تبني على اشي جديد، عشان لو في حدا وراك بده يجي يكمل المشوار يكون على اساس منيح، يعني ما تبلش اساس خطا، بدك زي ما بيحكوها يعني تصير ترجع ترقيع. يعني يهتم في هالبلد فينا في عمان. هسا انت امين عمان شو اول قرار انت راح تاخذه؟ اول قرار بدي اتخذه فورا اللي هو النظافه، تطلع انا بحب بلدي تكون نظيفه، عرفت كيف؟ نظم السير شوي عندكم. انت من لبنان؟ ايه لبنان. يعني السير انظم هنيك؟ لا والله بعدنا عم نحكي هلا كثير منظم، وخاصه المواصلات والتاكسيات كثير مرتبه وبيتأيدوا بالنظام. مثلا هيدا الابيض هيدا بياخذ بالسيرفيس ما بياخذ تاكسي، قلت له بدنا نطلع على الفندق ما كان يقبل ياخذنا. يا اخي شيخ قد ايش بدك؟ ما كان يقبل. شفت كيف النظام؟ الله يخليكم. الله يخليك. لو صرت امين عمان شو اول قرار تاخذ؟ والله ما بعرف شو الاخطاء عندكم هون ما كثير، كمان لبنان ما فينا فيكم بشيء. بمنع اللبنانيين يجوا لو كنت كل اللبنانيه بتشوفهم هون. لا اللبنانيه حبايبنا. اي والله الله يخليك. شكرا شكرا. تحبها طيب؟ ولا ما احب بلدي يعني. طب لو صرت امين عمان شو اول قرار بتاخده؟ القرار بصلح البلد. شو بدنا نسوي؟ البلد وسط البلد ولا بشكل عام؟ المناطق الثانيه البلد. زي ايش؟ ماركه وماركه كل شوارعها خربانه، هاي المزارع يعني من ناحيه الشوارع. من ناحيه الشوارع هذا اول قرار. نعم. طب ثاني قرار شو طلبنا نطلبه يعني؟ ما في شيء. ما في شيء. بروح المستشارين. بعدين؟ بعدين يعني. طب ليش يعني مستشارين بالمرة ولا إيش يعني؟ بركي في منهم الصالح. لا ما في قرارات صايمة. ما في. طب هلا القرارات بالنهاية بتوافق عليها من الأمانة، من أمان يعني من أمين عمان صح؟ من أمين ولجنته مساعدينه. يعني أنت بتيجي بتمرر لي قرار بتقول لي 1 2 3 باص سريع مش عارفين ننفذه. يعني أنت بتسوي مشروع ما بتكمله. نهايات ما في. ساعد فيصل بتسوي ساحة وبتسوي 30 ساحة جنبها بتتركهم. يعني انت بدك تنظف نظف الاشي كله. اول قرار بزفت شوارع عمان كلها ولا مناطق معينة؟ كلها لانه كلهم كسروا جوا. بس هذا اول قرار. هذا اول قرار. بين الجورة والجورة شو فيه؟ جورة. تمام. أسعى لتنظيف العاصمة من المكروهات والمزابل والشغلات هاي، لأنه الظاهرة هاي ظاهرة قديمة وكل ما لها بتتزايد. بدرس كل اللي عند الموظفين دراسة كاملة، اللي لازم بخليه واللي مش لازم بروحه. يعني أنت راح تبدأ من الداخل؟ من الداخل. وبناء عليه؟ بعدين بتنطلق لبعد لبرا عشان تعرف تشتغل صح. لو صرت أمين عام عمان أول قرار شو بتاخده؟ منظم حركة السير أكثر. 1 2 ممكن نحكي المباني السكنية شوي، يعني الوحدات السكنية تنظيم يكون بشكل أكبر مش بشكل عشوائي. تمام خلاص. طب ناقشني. طب بدي أسألك سؤال، يعني أنت هيك الوضع بشكل عام، يعني أنت وانت أمين عام ونزلت هيك على الشارع أول إشي بتسوي شو هو؟ خلينا نحكي نبلش بالسير. حلو. يعني هي أكثر مشكلة. شوف الأزمات كيف. اكيد بس انت وسط بلد يعني الا لابد انه يكون فيها ازمه يعني صح. وعشان الشوارع كمان شوي مش عريضه، يعني هسه لما بدك تخلي الشارع نحكي اعرض تنظم السير بدك تتطرق انك تفوت على المباني وهذا كله تراث يعني. لا لا مش حفوت على المباني، على القليله بحط جزر عشان ما حدا كل واحد من اي محل يلف براحته، ما حدا يعمل يوتيرن براحته. يعني منطقيا شارع زي هيك يعني عرضه 5 متر، وين جزيره بدك تحطها؟ جزيره صغيره بستحمل كلها 5 سنتي بستحمل الشارع.